انا عملت غير واحد الحاجه اللي انا مقتنع بها، واحد الحاجه اللي انا شفتها بعيني، شفت البنات كيتعرضوا للتحرش، شفت دي كوليك ديالي كيعانيوا من التحرش، لي كونديسيون اللي كنا خدامين فيهم، كل شيء، فهمتي؟ واحد داكشي مجمع، كل شيء مجمع. دونك انا جو ماتوندي با دو تو ان داكشي وصلت لدرجه ان بنادم لي زابيل ماسكي، هاد ما نهضروش عليهم زعما حديت ولا حرج بحال اللي كيقولوا. اول حاجه بغيت نوصل واحد الميساج مهم للناس اللي باقيين خدامين، اللي خرجوا كيقولوا بلي حنايا طيحنا بالكرامه ديالو. حنا ما طيحنا بالكرامه ديال حتى شي واحد، حنا هضرنا على شي حاجه اللي كاينه. ثم اذا كانت كتبان لكم بلي حنا طيحنا بالكرامه ديالكم هذيك حاجه، ولكن حنا هضرنا على واحد الظاهره اللي كنا كنعيشوها في ديك الشركه واللي كلشي كان كيشوفها، يعني ماشي شي حاجه جديده او لا نقولوا بنادم ما كيشوفش داك الشيء بجهه غريبه، داك الشيء كلشي كان كيتشاف وكلشي عارفه. دونك ما كاين لا كرامه لا والو في هذا. شفت واحد السيده اللي خرجت ان لايف ضربت فينا حنايا بربعه بينا، خلات ما قالت حتى هي لي كومونتير، سبوني، قالوا عليا ما خلاو ما قالوا، بداو كيقول لي بلا ما نعرف حنايا كنعرفوا شنو ليستواغ ديالك، ما نعرف كيفاش دخلتي، جو سي با، المهم سي دي زيستواغ بانال. الميساج اللي بغيت نوصل هو حنايا باقين وغنبقاو وغنهضروا وباقين غنهضروا. هما خمسه ديجا في الحبس، واحد هو اليوم ان شاء الله غيدوز، واحد راه هربان. دونك هادشي كامل علاش واقع؟ دونك كاينه شي حاجه لي فيكتيم اللي هضروا، راه كاينه دي بروف. حنا ما هضرناش في الخوا وما بغينا نحرقوا الطرف د الخوز ديال حتى شي واحد اللي خدام، الله يعاونو، حنا ما بقيناش خدامين، كندافعوا على واحد لاكوز اللي البنات خدامين معانا عانوا منا. ثم باغيين تخدموا خدموا على راسكم، حنا ما قلنا لكمش ما تخدموا، ولكن ما تخرجوش تضربوا فينا. صحيح غير انك تخرج تضرب فيا وتقول هاد فلان وهاد فلان وهاد فلان وهاد فلان، الحاله ديال خاصها كتبقى بوحدها، وهذا الشيء اللي كندوزوه دابا كيبقى بوحدو. دونك يفو با ميلونجي لي شوز، هاد السيد هذا، هاد السيد هذا، انا هو داك السيد وغنبقى هو داك السيد واخا تقولوا شنو ما قلتو. دونك هذا الميساج الاول. الميساج الثاني اللي غنعاود نرجع له، حنايا لي زاكس كوليك ديالنا كان الناس كنحترموهم، خدمنا معاهم، كاينه بان باقي كنهضر معاهم، ومور لا كونفيرونس عيطوا لي الناس كيقولوا لي برافو لي كامروان، قدرتي تعمل لي تروك اللي حنا ما قدرناش نهضروا عليهم. عندي دي ميساج، عندي دي زابيل، الناس كيقول لي برافو ليك. بغاو يسني واحد لابيتيسيون بدنا حنايا بربعه بينا، بغيت نعرف داك لابيتيسيون فين هي، ما نعرف فين هي، حيت بيان سور ما عندهم ما يديروا بها. فين هما دابا؟ واش خرج هذا شي واحد يتشدوا داك الخمسه؟ كل شي واحد يخرج يهضر، كل شي واحد يقول شي حاجه، كل شي واحد يدافع عليهم، ما عندهمش باش يدافعوا عليهم. في الاول كانوا غير مدفوعين، اخرجوا هضروا، هادو صيفطوهم عندنا من هنا واحد 10 بنات صيفطوهم للبرن هاد لا كونفيرونس غير باش يقولوا كون كوا حنايا 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 حنايا. واحد السيده اللي كانت خدامه يوم ما بروبوزي واحد، المهم انهم يرقيوها اونتر بارونتيز على ظهر وحده اخرى. بغيت نقول لك انا ما عمرك ما غتسرق، حيت اللي كان يرقيك راه هو في الحبس. فوالا. دونك الينا وخليك ما تهضروا مع راسكم، ماشي مشكل. الا الفلوس، حنا ما كنديروا حتى شي حاجه على الفلوس، وكيف ما قلت انا ما عندي لا نقه ولا جمال في هذا الشيء هذا، فهمتي؟ انا واحد الشاهد كنقول الحقيقه، وكنعاود داك الشيء اللي كيتقال وداك الشيء اللي شفناه وداك الشيء اللي كيعاودوا. وخليهم يهضروا مع راسهم حتى الغدا في الصباح، يكتبوا مع راسكم لي كومونتير. ولفنا دابا، ولفنا، ما بقيناش كان في الاول جاتنا فيا صعيبه، زولنا داك لا ريزو سوسي واحد اليومين ولا ثلاث ايام، ولكن بعد جو نسوي دي علاش صافي راه غيا اللي بغى يهضر راه غيهضر، ما كيهضروا بلا والو، عملتي ما عملتيش راه غيهضروا فيك، دونك خليهم يهضروا. وانا باقي كاين وباقي كاين وباقي غتشوفوني، ما تخافوش.